أخيرا وليس آخرا عندي واحد النداء إن شاء الله للحكومة، بما أنني الآن جيت في ضيافة شبيبة، كيف اسمها شبيبة؟ شبيبة العدالة والتنمية. واخ هذه الحكومة نتاع شبيبة العدالة والتنمية غادي ندير لها واحد النداء. لقد اتصل بي مجموعة من الأطر المنتمية للتنسيقيات الأربعة الموقعة عن المحضر، وكتب بعضهم إلي والتمسوا مني بعد أن رأوا في الخير، الله يجعلنا نكون على أحسن ظنهم، طلبوا مني أن ألتمس من الحكومة الموقرة التدخل بما تراه مناسبا لكي تفي بهذا الالتزام القانوني مع هذه التنسيقيات. والموضوع هو كالتالي: هذا مرسوم صدر بالجريدة الرسمية عدد 5933، 7 جماد الأولى 32400 11 أبريل 2011، مرسوم رقم زوج 11100 صادر في 4 جماد الأولى 1432 8 أبريل 2011، يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات الوزير الأول بناء على كذا بعد المادة الأولى. تقول المادة الأولى: بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 ديسمبر 11 2000، يؤذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة بناء على الشهادات وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلال المطابق لسلم الأجور رقم 11. المادة الثانية: يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 11 2000، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدى بلاد الوزير أو المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه، وحرر بالرباط في 4 جماد الأولى 32400 8 أبريل 2011. الإمضاء عباس الفاسي، وقعه بالعطف وزير الداخلية، الإمضاء طيب الشرقاوي وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء صلاح الدين مزوار الوزير المنتدى بلاد الوزير أو المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء محمد سعد العالمي. هذا المرسوم، هذا المرسوم، فتم على إثره إدماج 4304 من هذه الأطر في السلم 11. مفهومة؟ باينة ياك أسد؟ باينة ياك؟ مزيان أسد. لكن هنالك محضر، محضر، محضر. هذا المحضر هو بتاريخ 20 يوليوز، كتسمى محضر 20 يوليوز. معروف هذا محضر 20، ما عارفين ولا ما عارفين؟ عارفين. محضر 20 يوليوز 2011، محضر تتمة للمبادرة التي اتخذتها حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده فيما يتعلق بتدبير ملف حامل الشواهد العليا الباحثين عن العمل والحاصلين على شواهد الدكتوراه، دبلوم الدراسة العليا المعمقة، دبلوم الدراسة العليا المتخصصة، الماستر، الماستر المتخصص، مهندس الدولة برسم سنة 10 2000 وما قبلها، والتي همت إدماج 4304 إطارا بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية كدفعة أولى، وذلك تنفيذا للمرسوم الوزاري رقم زوج 11100 الصادر في هذا الصدد والذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر بدل إجراء المباراة. سيتم في نفس الإطار إدماج أطر المجموعات المتبقية التي قدمت لوائحها وتم حصرها والتأشير عليها من طرف المصالح الوزارية المكلفة بتدبير هذا الملف. يشرع في عملية الأجراءة بعد تحيين اللوائح بتنسيق بين اللجنة المشرفة على عملية تدبير الملف وممثل المجموعات، وذلك ابتداء من فاتح نوفمبر 11 2000، لتقديمها للمصالح الحكومية قصد برمجة المناصب المالية الخاصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012. الموقعون عن الحكومة: الوزير الأول ثم وزارة تحديث القطاعات العمومية. التنسيقيات الأربع الموقعة: مجموعة الرشاد، مجموعة الإنسانية، مجموعة التحدي، مجموعة الرجاء. واللائحة تضم من 2700 إلى 3000. هؤلاء الإخوان سمعوا من تصريحات من بعض وزراء الحكومة أنهم عند التزاماتهم، وقال بعض الوزراء ذلك عبر الإعلام.
لكن فوجئ هؤلاء بتصريحات من قبل بعض وزراء الحكومة أنهم لن يستمروا في التوظيف بهذه الطريقة وسيعودون لتطبيق القانون. قالوا: من الذي يعترض؟ هذا قانون، والإدارة ملزمة بأن تنفذ القانون، والإدارة تتسم بما يسمى بالاستمرارية، فلن تأتي إدارة لكي تنقض القوانين التي وقعت على الإدارة. ما تقول ليش كيف تم الضغط على الحكومة السابقة حتى وقعوا؟ المهم هناك توقيع، والإدارة من خصائصها هذا قانون الاستمرارية. قالوا لما سألناهم، قالوا: أحلنا القضية للأمانة العامة للحكومة. قالوا: ذهبنا للأمانة العامة فقيل لنا إن الأمر لم يصلنا ووقعوا في حيص وبيص. الله الله، سبحانك يا ربي سبحانك. بعد ذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: إذا كان هؤلاء لم يفوا بالتزاماتهم فإننا نخبرهم أننا دخلنا في مشاريع، لأننا كنا شبه موقنين أننا سنتوظف، فدخلنا في مشاريع زواج، مشاريع قروض، ففوجئنا بهذا الأمر. نعم، ولهذا وقع في أيدينا. فيلتمس هؤلاء من هذه الحكومة أن تطبق القانون مع هؤلاء، هذه واحدة. الثانية: إن كانوا يتحدثون عن مسألة الشفافية فإن الشفافية لا تعني إلغاء تطبيق القانون من جهة، وتعني أيضاً أن في المغرب أكثر من 90,000 من موظف الأشباح كان القانون يحتم متابعتهم والوقوف عند هذه الخروقات التي والعياذ بالله تؤدي بميزانيتنا إلى خسائر فادحة. ولذلك أنا انطلاقاً من وضم ومن الخوض نتاع شبيبة العدالة والتنمية أبلغكم رسالة إخوانكم ونقول لكم الله يجازيكم بخير، راه كاين لي بوست، ومن بعد ان شاء الله كتوليو المسائل الاخرى كتكملوا مع هذا القانون اللي صدقتوا عليه. ونقول لوليداتي اللي قالوا لي تكلمنا ودرنا هذا الملتمس، الله يجازيكم بخير، انتم الان عازمون على ان تستمروا في النظام. اقول لكم: عليكم بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يشوه مطالبكم الاجتماعية، حتى لا يركب على المطالب الاجتماعية من يريد أن يركب عليكم سياسيا. ثانيا: أعيد النداءات التي طالما أطلقتها في السابق، فقلت: إذا كنتم تنوون إقامة ما يسمى بأشكال نظامية ابتعدوا عن التهديد بالانتحار وإحراق الذات وهذه الأمور التي لا يربح منها أحد. الله يجزيكم بخير يا وليداتي، راكم غاليين عند سيدي ربي، الله يجزيكم بخير. فالله يجزيها بخير هذه الحكومة، الله يجزيها بخير، الله يجزيها بخير، تفضي النهج راه دارت بالبالة، الله يجزيها بخير. وهذا ولادنا، وراه كاين توقيع وكاين قانون، والله تعالى أعلى وأعلم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. أختم إن شاء الله.